شاء الله اليوم هنتكلم عن موضوع جديد، موضوع البولاريزيشن. الاستقطاب. عشان اتكلم عن هاي الموضوع، طبعا استقطاب الضوء بولاريزيشن اوف لايت. نيجي نشوف الان اللايت عبارة عن electric magnetic waves، electric field and magnetic field، الاثنين عاملين كروس، الاثنين عاملين perpendicular على بعض عموديين، لكن بتناموا propagate at the same direction أو oscillating at the same direction، بتناموا في نفس الاتجاه. واحنا سابقا قلنا انه المجال الكهربي بيكون في اتجاه الاكس اكسس، والمجال الماجنتيك فيلد بيكون مع الواي، عفوا الماجنتيك فيلد بيكون مع الاكس اكسس في المجال الافقي، والالكتريك فيلد بتنام مع محور الواي. طبعا هذا الالكتريك فيلد، والماجنتيك فيلد بيكون في مستوى محور اكس بهذا الشكل. طبعا الاثنين لازم يبداوا من نفس نقطه بدايه بعض بهذا الشكل. كل موجة في على طبعا الماجنتيك فيلد بيكون بشكل افقي، الالكتريك فيلد بيكون بشكل عمودي، عشان ما نقولش انهم الاثنين في نفس مع محور واي، لا هي جايه بشكل مسطح الماجنتيك فيلد، الالكتريك فيلد جايه بشكل كروس عمود عالي. طيب نشوف الان اللايت بصوره عامه او الموجه بصوره عامه. اي جسم ريال اتفقنا الموجه بتصل لنا بشكل دايفيرج، او هو بيبعث اشعه بشكل متفرق، بتكون بهذا الشكل، وقلنا انه السامبل تبعها بيكون بهذا الشكل، هذا الدايفيرج لايت بيخرج من الريال اوبجكت. كمان هذا الجسم اللي بيبعث أشعة في شكل دايفيرج هو بيكون بتعطيني أشعة انبولارايز، ضوء غير مستقطب. عشان يحصل استقطاب لهذا الضوء الانبولارايز لازم أمرره على مادة بسميه أو فلتر بسميه بولارايد. بولارايد هذا الفلتر اللي حيمر عليه الضوء. طبعا هذا له محور تماثل اكسس وبولارويد، محور استقطاب. بعد ما الضوء يمر على البولارويد، وحتعرف على نوع ماديته، هذا الفلتر حيعمل لي تصفيه للضوء، وحيختار فقط المركبه الالكتريك فيلد. اذا الضوء الغير مستقطب بيمر على ماده البولارويد، بتعامل فقط مع مركبه المجال الكهربي. تمام؟ مع مركبة المجال الكهربي، ما بتعامل ابدا مع الماجنتيك فيلد، كأنه مش موجود. كمان بيعمل تصفية للالكتريك فيلد، مركبة المجال الكهربي، على المركبة بتنقسم، طبعا الالكتريك فيلد هو فيكتورز متجه، إذا حيكون عندي مركبة عمودية ومركبة منطبقة على المحور، أو بنسميها البارل موادي. الآن البولارويد فقط بيختار المركبة المنطبقة على محور الاستقطاب هذا، تمام؟ اللي جاية بنسميها موازية لمحور الاستقطاب، وبيطلع لي ضوء عبارة عن بولارايزد لايت. كيف بنرسمه أو بنعبر عنه؟ بهذا الشكل، إما خط غامق بهذا الشكل في الاتجاهين، بشكل خط مستقيم ممتد في الاتجاهين، بيكون موازي تماما لمحور الاستقطاب. تمام؟ اذا السامبل للانبولارايز بيكون بهذا الشكل، البولارويد بيكون رمزه بهذا الشكل، او ممكن نرسمه سهم سميك وبلون غامق اسود بهذا الشكل، وفي رمزه سهم بهذا الشكل. هذا البولارويد او الفلتر اللي بيمر على الضوء ويتم
استقطاب. طبعا هذا لو انا بدي استقطب الضوء صناعيا، لكن في الطبيعه في امور ثانيه حنشوفها ان شاء الله بالتفصيل. الان بمجرد الضوء الغير مستقطب يمر على البولارويد بيصبح عندي ضوء مستقطب. طب هل الضوء المستقطب البولارايز لايت بيقدر يمر على البولارويد؟ نعم بيمر على البولارويد وبنحصل على ضوء مستقطب اخر كثافته مختلفه عن كثافه الاول. هو ايش الاستقطاب؟ الاستقطاب ان امرر موجه على ماده معينه او على فلتر يقلل لي من كثافه الماده، بيقللها بيعملها تصفيه لكن بشروط معينه. طبعا البولارويد هو نظام معين من الماده، ماده لها محور تماثل بنتقل الضوء من خلالها. اذا انتقل الضوء الانبولارايز عبرها بيحصل طبعا او سقط عليها بتحول الى بولارايز لايت. اللي بيحبس بالضبط انه شده الضوء الغير مستقطب اذا مرت على ماده البولارويد بتقل الى تقريبا النصف. تمام. كمان الانتنسيتي اوف ويف لما بتمر على البولارويد بتتناسب مع الامبليتيود اوف ويف اللي هي مع سعه الموجه. طبعا سعه الموجه اللي هي ارتفاع قمه الموجه او ارتفاع قاع الموجه. تمام. هذا بنسميه امبليتيود. طبعا الانتنسيتي اوف لايت برمز لها بالرمز اي تمثل الانتنسيتي اوف لايت، سواء كان هذا اللايت بولارايزد او ان بولارايزد. بصورة عامة شدة الضوء برمز لها بالرمز اي، وحدة قياس الانتنسيتي بتساوي وات على متر تربيع. اليونت اوف انتنسيتي إذا لو بدي أعرف الانتنسيتي بنعرفها بالشكل التالي، نشوف الانتنسيتي إيش بتساوي أو شو هو تعريفها. الانتنسيتي is defined هي طاقة the energy in the wave per unit time per unit area. إذا هي عبارة عن الطاقة في وحدة الزمن وكمان في وحدة المساحة، الطاقة المنبعثة في وحدة الزمن وفي وحدة المساحة، وحدة قياس الوات على متر تربيع، أو بقول جول بير سكند، الوات يساوي جول بير سكند، كل واحد وات يعادل جول على سكند. تمام. الانبولارايزد لايت هو ضوء بتقسم الى تو كومبوننتس. ضوء اذا اعتبرت انه هذا هو المجال الكهربي، احنا قلنا في البولارايزد ما بنتعامل مع ماجنتيك فيلد، بنتعامل مع مركبه المجال الكهربي، وكانه الماجنتيك فيلد او مركبه الماجنتيك فيلد في الموجه الكهرومغناطيسيه غير موجوده. تمام. عندي مركبة المجال الكهربي بتنقسم إلى قسمين، مركبة بتكون في اتجاه الإكس ومركبة في اتجاه الواي. طبعا إكس وواي لازم يكونوا حسب اتجاه محور تماثل البولارويد. على سبيل المثال عندي ضوء غير مستقطب، هاي رمزه unpolarized light، الانتنسيتي تبعته I0. تمام. عندي ضوء غير مستقطب unpolarized light، ضوء غير مستقطب بدي امرره على ماده البولارويد، واخترت محور تماثله بهذا الشكل او هذا الفلتر اللي بدي يمر عليه الضوء بولارويد، لازم يكون لهذا البولارويد محور تماثل.
محور التماثل بيكون في اتجاهه بهذا الشكل، هاي محور التماثل تبعه. هذا بسميه الترانسميتد اكسس، محور الانتقال اللي حيتم انتقال الضوء الغير مستقطب على الضوء المستقطب. الان بتيجي موجه بتسقط على الترانسميتد اكسس او على ماده البولارويد، بتسقط بشكل بهذا الشكل، خلينا نقول بهذا الشكل، فحتتحلل لمركبه جايه مع محور هذا اي المجال الكهربائي تبع الموجه. مركبة حتكون عمودية على محور التماثل، ومركبة بتكون موازية أو منطبقة على محور التماثل. المركبة العمودية بسميها اي بيربندكولار، بربط لها بهذا الرمز، هذه بسميها بيربندكولار كومبوننت اوف الكتريك فيلد، المركبة العمودية على المجال الكهربي. ومركبة منطبقة على الترانسميتد اكسس بربط لها باي بارالل. تمام؟ الآن البولارويد ما بتعامل مع المركبة العمودية، بمتصها، بعملها ابزورشن كأنها مش موجودة. بسمح لمين؟ بسمح بمرور المركبة المنطبقة على الترانسميتد اكسس فقط. تمام؟ فبيخرج عندي الشعاع المستقطب بهذا الشكل، جاي موازي لمين؟ للترانسميتد اكسس. هاي شكله، هذه قاعدة أو سهم بدنا نحفظها. الشعاع اللي بيخرج مستقطب البولارايز لايت، لايت اللي بيخرج عندي بيكون طبعا موازي لمين؟ لمحور انتقال مادة البولارويد. كثافته او الانتنسيتي تبعته ار، او سموها اي واحد، الشدة تبعته اي واحد. تمام؟ الان في علاقه بين الانتنسيتي اوف انبولارايز لايت وبين البولارايز لايت اللي طلع نتيجه مروره على الفلتر. العلاقه هذه من خلال القانون التالي، انه الضوء الغير مستقطب لما بيمر على الفلتر او البولارويد بينقسم الى نصفه، يعني اي واحد البولارايز لايت بتساوي نص الاي نود، الضوء المستقطب شدته بتساوي نص الضوء الغير مستقطب، يعني كانه بيصبح النصف. شايفين انه الشده ايش؟ قلت، لانه جزء من هذه الاشعه ما استقبلته البولارويد، امتصت البولارويد، كمان الماجنتيك فيلد ما تعامل معه. تمام؟ خلينا نقول الآن إنه أي لايت انسيدنت إن بولارويد إت ريلي إز بولارايز يستقطب، أند البولاريزيشن بلين بيكون شكله لازم طبعا يكون عامل لي زاوية ثيتا. أي شعاع بيسقط على البولارويد لازم يعمل لي زاوية مع محور الاستقطاب، هذه الزاوية بسميها ثيتا. تمام؟ هذا بسميه البلين بولارايز، ما دام عندي شعاع عندي خط عمودي وخط افقي، اذا عندي محور عمودي ومحور افقي، اذا عمل لي مستوى، هذا المستوى بسميه مستوى الاستقطاب. تمام؟ بسميه مستوى الاستقطاب. اذا مستوى الاستقطاب هو ناتج عن تحليل المركبه العموديه والمواديه لمين؟ للالكتريك فيلد بالنسبه للترانسميتد اكسس. هذا بسميه البلين اوف بولاريزيشن اوف انسيدنت لايت. تمام؟ اللي عامل زاويه طبعا مقدارها ثيتا مع الترانسميتد اكسس. الان شفنا اذا عندي ان بولارايز لايت ومررته على فلتر هحصل على بولارايز لايت شدته اقل للنصف طبعا من شده الضوء المستقطب، وهذه العلاقه اي واحد بتساوي نص اي نوت، فقط بستعملها لما بكون عندي ان بولارايز بيمر على بولارايز وبحصل على بولارايز لايت. نشوف الان لو عندي ضوء مستقطب وبدي امرره على ماده البولارويد. حفرض انه عندي طبعا دائما الانسيدنت لايت بسميه اي نوت بغض النظر عن نوعه. الان عندي شعاع
بولارايز، هاي رمز البولارايز. بولارايز لايت ضوء مستقبل. بدي امرره على بولارويد فلتر بهذا الشكل. هذا البولارويد محور البولارويد حيكون معي في نفس الاتجاه. هذا الترانسميتر اكسس. الانسيدنت لايت هيو. الان بدي افرض انه الضوء البولارويد اللي سقط اللي شدته اي نود سقط وعمل زاويه مقدارها ثيتا على مين؟ على الترانسميتد اكسس اوف بولارويد. تمام. الان شعاع مستقطع سقط على مادة البولارويد أو الفلتر عمل زاوية ثيتا مع محور الانتقال. الأصل إنه هذا الضوء عبارة عن إلكتريك فيلد، صح؟ اتفقنا إنه ما عندنا إلا المجال الكهربي هو اللي بيسقط على البولارويد، ما لنا علاقة بالماجنتيك فيلد، تمام؟ فبدو يتحلل لتو كومبوننت مركبة بتكون موازية للترانسميتد أكسس ومركبة عمودية للترانسميتد أكسس. نحلل المجال الكهربي هذا. طبعا شو هي محاوري الموازي والعمودي؟ تكون بهذا الشكل. طبعا محاوري حتكون محور مع الترانسميتد اكسس ومحور عمودي على الترانسميتد اكسس، هي الزاويه القائمه بينهم. الان الالكتريك فيلد حيتحلل لمركبه موازيه ومركبه عموديه، تمام؟ المركبة الموازية منطبقة على ترانسميتد اكسس والمركبة العمودية عاملة زاوية 90 درجة، وقلنا هذه أصلاً ما بمتصها، بمتصها البولارويد وما بتظهر عندي وما بتخرج، بيسمحش لها بالخروج، فقط بيسمح بخروج مين؟ المركبة العمودية المنطبقة على ترانسميتد اكسس وبتكون موازية للترانسميتد اكسس، ها؟ موازية. هذه بسميها اي واحد. ايش نوعها؟ كمان بولارايزد لايت ضوء مستقبل، تمام؟ الان اتفقنا عند ضوء الشده هذه خلينا نسميها او المجال هذا خلينا نسميه اي نوت. الضوء اللي سقط الانسيدنت راديشن، المجال الكهربي تبعه اي نوت. اي نوت بدي احللها. المركبة الموازية أقرب للزاوية بقول تساوي اي نوت كوزاين ثيتا، المركبة الموازية. المركبة العمودية بسميها اي نوت، الأبعد عن الزاوية بسميها اي نوت ساين ثيتا، تمام؟ إحنا ما بنتعامل مع الاي بيربندكولار لأنه قلنا عمودية، فبتمتص مادة البولارويد، بتخرج عندي مين؟ المركبة الموازية. اللي هي اي واحد. اي واحد ايش بتساوي؟ اي واحد اللي هي عباره عن الاي باراليل بتساوي اي نوت كوزاين ثيتا، تمام؟ الان في علاقه بين الانتنسيتي وبين الالكتريك فيلد. الانتنسيتي بتناسب طرديا مع المجال مربع المجال الكهربي. تاني الانتنسيتي بتناسب طرديا مع مربع المجال الكهربي. نيجي نشوف الان اي واحد ايش بدها تساوي؟ طبعا عندي اي باراليل بتساوي اي نوت كوزاين ثيتا. طب اي واحد تساوي عشان افك التناسب بدي ثابت، خلينا نعتبره كيف؟ في اي باراليل تربيع، تمام؟ طب هي اي باراليل ايش بتساوي؟ كي اي نوت كوزاين ثيتا الكل تربيع، فكيها كي اي نوت تربيع كوزاين ثيتا تربيع، تمام؟ هذا بالنسبة لشدة الضوء المستقبل.
المستقطة تتناسب طرديا مع مربع المجال الكهرب. الآن عشان نحصل على العلاقة اللي بينهم اي واحد بتساوي ثابت في اي بارلل، ومنها اي واحد تساوي كي في اي نوت كوزين تربيع ثابت. طيب اي كي نوت كوزين اي نوت تربيع كوزين ثيتا ايش ده تساوي؟ طبعا هذه كلها اي واحد، تمام. طب الشدة الاصلية اي نوت ايش بتساوي؟ اي نوت خلينا نكتبها هنا، اي نوت اصلا تتناسب مع اي نوت، مع مربع اي نوت. الشعاع شدة الشعاع الساقط تتناسب مع مربع المجال الكهربي للضوء الساقط، تمام. الانسيدنت لايت عشان ما فيك التناسب بدي كي في اي نوت تربيع، اي نوت بتساوي كي اي نوت تربيع، تمام. الان هذه مين؟ هذه هي اي نوت. اذا اي 1 الضوء المستقطع بيساوي اي نوت في كوزاين تربيع ثيتا، تمام. هيك حصلنا على قانون ضوء مستقطع. عشان احصل على شده الضوء المستقطع عند مرور ضوء مستقطع على فلتر بدي اجيبه من هذه العلاقه، اي 1 بتساوي اي نوت كوزاين تربيع ثيتا. وما انساش انه اي 1 بولارايز لايت واي نوت كمان بولارايز لايت، تمام. خلينا ناخذ مثال توضيحي ونطبق عليه عشان نفهم القوانين اكثر. في عندي مثال بيقول لي ان بولارايز لايت ضوء غير مستقطع، هاي رمزه يا ريت دايما نرسم. الانتنسيتي له اي نوت بتساوي 30 واط على متر تربيع. Incident on a set of two polaroids. اصطدم بtwo polaroids. البولارايز الأول their transmission axis at an angle theta with respect to one another. التwo polaroid عاملين زاوية بالنسبة لبعض. The transmitted axis عامل زاوية بالنسبة لبعضهم. خليني أفرض إنه البولارايد الأول هيو، الثاني لازم يكون عامل زاوية، وهي الـ Transmitted Axis تبعه. حيخرج طبعا ضوء غير مستقطب مر على بولارايد الأول، خلينا نسميه بي واحد. حيخرج إجباري بي آي واحد، لازم تكون موازية لمين؟ للـ Transmitted Axis. موازي لها. مرت اي واحد الضوء المستقطب اللي طلع من بي واحد كمان ببولارويد ثاني عامل زاوية بالنسبة لبي واحد. هاي بهذا الشكل. خلينا نفرض انه بهذا الشكل طلع. طبعا افرض انه هذا الاكسس وهذا الاكسس، هذا الاكسس بي واحد وهذا الاكسس بي اثنين. هاي الزاوية اللي بينهم. فين؟ تمام؟ طيب وطلع عندي هنا اي 2 بيقول لي what is the light intensity emerging from the first polaroid، قديش مقدار شدة الضوء اللي طلع عندي نتيجة مرور او سقوط الضوء الانبولرايز على بي واحد، يعني بدي اي واحد. اجي انسى بي 2 خالص واعتبرها مش موجودة واقول عندي انبولارايز لايت مر على بولارويد طلع لي اي واحد. في عندي علاقه تحكم بين الضوء الغير مستقطب والضوء المستقطب اللي هي بتقول لي اي نوت بتساوي نص اي واحد. هذه علاقه اخذناها اذا كان عندي ضوء انبولارايز بيمر على بولارويد وبيطلع لي بولارويد لايت لازم تقل الشده لنصف اي واحد. طبعا اي واحد تساوي نص اي نوت. اي واحد تساوي نص اي نوت. قديش اي نوت؟ اعطيني اياها 30 واط على متر تربيع، اذا الناتج عندي 15 واط على متر تربيع. اي واحد طلعت 15 واط على متر تربيع حسب المطلوب الاول. المطلوب
الثاني find expression for intensity of light emerging from the second polaroid I 2 بدلالة in terms I note او قيمة I 2 بدلالة I note نشوف مطلوب به عند ضوء بولارايد بيمر على بولارايد بيطلع لضوء بولارايد اذا ضوء مستقطب بنسى الان بي واحد تماما بعتبره الان بي واحد غير موجود وبشتغل على البولارايد بي اثنين بطلع مين الضوء اللي دخل اي واحد عباره عن بولارايز لايت بيمر على طبعا بيكون شكله بهذا الشكل سقط على البولارايد لايت بزاويه مقدارها ثيتا عاملة مع مين؟ مع الترانسميتد اكس تمام؟ تمام؟ لازم اعمل لي زاوية مقدارها ثيتا. في علاقة بتحكم أخذنا القانون إنه أي واحد بتساوي أي نود كوزاين تربيع ثيتا، وقلنا الاثنين لازم يكونوا بولارويد، نعوض أي اثنين حسب القانون أي واحد هي أي اثنين، الضوء اللي طلع من بي اثنين نتيجة مرور على البولارويد تساوي أي نود هو أي واحد، الضوء اللي سقط كوزاين تربيع ثيتا هو مش جاي لي مش عاطينا اصلا ثيتا في السؤال تمام؟ اذا اي 2 بتساوي اي 1 كوزاين تربيع ثيتا. طب اي 1 طلعناها في المطلوب الاول قديش؟ طلعناها بتساوي اي نود على 2 وتساوي 15 كوزاين تربيع ثيتا. اذا اي 2 تساوي 15 كوزاين تربيع ثيتا. بس هذا مطلوب ب طلعنا مطلوب واحد ومطلوب اثنين مطلوب ثلاثة what is the value of variable ثيتا قديش قيمة ثيتا يعني أنا وجد ثيتا الآن إذا كانت آي 2 عطينا قيمتها 5 وات على متر تربيع اي 2 اعطاني اياها 5 وات على متر تربيع وبقول لي اوجدي ثيتا باجي للمطلوب ب وباخذ المعادله الاخيره بقول اي 2 تساوي 15 كوزاين تربيع ثيتا اي 2 اعطاني اياها في المطلوب الثالث 5 تساوي 15 كوزاين تربيع ثيتا ومنها كوزاين تربيع ثيتا بتساوي 5 على 15 ومنها الكوزاين تربيع تساوي جذر الخمسة على 15 ومنها طبعا ثيتا ومنها كوزاين ثيتا تساوي يا إما موجب أو ناقص لأنه جذر لما بنفكه بعطيني يا إما موجب أو ناقص 0.577 طبعا هذه الكوزاين ثيتا والزاوية بتطلع لي تقريبا 44 ثيتا بتساوي كوزاين انفرس 0.577 بتطلع تقريبا 44 درجة تمام هذا بالنسبة للمثال أو السؤال الموجود معنا الآن بدنا نتعرف على خصائص البولارويد أو الفلترز اللي بيمر عليه الضوء وبيحوله لبولارايز لايت أو حتى بيعمل له فلترة وبيقلل من الانتنسي تبعته لو كان في حالة الضوء اللي سقط بولارويد. طبعا البولارويد هو عبارة عن شيت، هذا الشيت عند تسخينه بتظهر لي بوليفينال الكحول تتمدد بعد هيك بنحط عليه مادة الألجين والهيدروكربون موليكيولز بيتم تصنيعها بصورة معينة على أساس تصنع البارل لاينز اللي هي الخطوط الموازية اللي هي بتمتص المركبة العمودية للإلكتريك فيلد بيتم أيضا وضع هذا الشيت في مادة الأيودين ريش سوليوشن طبعا الايودين اتومز بتنجذب مع بعضها البعض عشان تعمل لي لونج لاين اوف هيدرو كاربونز
عشان هو بنسميه محور التماثل الترانسميتد اكسس. طبعا البولارويد طبعا بارالل كوندكتنج وايرز اور شينز، عباره عن سلسله من ال خلينا نقول من الاسلاك المتصله مع بعضها البعض اللي بتمتص، او شبيهه طبعا باسلاك متصله جنب بعضها البعض اللي بتمتص للمركبه العمودية وتسمح بمرور فقط المركبة الموازية. عند اصطدام طبعا الضوء على مادة البولارويد تنقسم الالكتريك فيلد لتو كومبوننتس، مركبة خلينا نقول عمودية زي ما حكينا في السابق ومركبة موازية. تبدأ يصير في عندي طبعا بين الالكترونات الموجودة على المادة يصير في تصادمات، بتعمل لي زي نظام خلينا نقول التصادمات اللي بتولد لي مجال كهربي. المجال الكهربي الموازي هو اللي بيسمح بمروره، طبعا هذه المركبه الموازيه هي اللي بنسمح بمرورها لكن تمتص المركبه العموديه. طبعا شكل الموليكيولز واير بيكون بهذا الشكل، هذا ماده البولارويد بيكون الترانسميتد اكس والبولارويد. الموليكيولز واير بتكون عامله زي الانتينا بالضبط بهذا الشكل، اللي هي بتكون بشكل خلينا نقول عمودي على محور التماثل اللي بتعمل لي امتصاص للمركبه العموديه للمجال الكهربي. الماده خلينا نقول العمل الاساسي او المحور التماثل هذا بتكون اللي بيكونه سلسله الهيدروكربون. اما الايودين هو بيعمل لي على امتصاص المركبه العموديه. خلينا نشوف كيف اللايت بيعمل اذا كان عندي تو ميديم ايش بيحدث، او خلينا نشوف كيف البولارايز في الطبيعه ممكن نحصل على ضوء مستقطب كيف بدون ما استخدم ماده الاستقطاب او فلاتر لاستقطاب الضوء. في عندي حاله بسميها البولارايز ابون ريفليكشن، هذه الحاله في الطبيعه نحصل على ضوء مستقطب من خلال عملية الانعكاس. طبعا هذا موضوع جديد مختلف تماما عن البولارايز باستخدام البولارويد. طبعا لو عندي تو ميديا وسطين شفافين وعندي النورمال الخط العمودي على التو ميديا وهذا السيرفيس الانر، السطح الداخلي بين التو ميديا، معامل انكسار الوسط الاول اللي سقط فيه الشعاع ان اي، معامل انكسار الوسط الثاني اللي انتقل له الشعاع بسميه ان تي. عندي انسيدنت لايت ضوء ساقط بسميه اي انسيدنت لايت، لازم يعمل لي مع النورمال اوف سيرف الزاويه مقدارها ثيتا اي. جزء من هذا الشعاع ما دام وسطين شفافين حيحصل له عمليه ريفليكشن انعكاس، وجزء من هذا الضوء حيحصل له عمليه ترانسميتر انتقال. طبعا هذا الكلام تحدثنا عنه في خاصيه انعكاس وانكسار الضوء. الان الضوء اللي سقط بين الوسطين عباره عن الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. الان الضوء اللي انعكس هو عباره عن الكتريك فيلد فقط، تمام؟ شكل الضوء الساقط بيكون عامل لي زي الانتين بالضبط بهذا الشكل عشان ابين انه عباره عن ماجنتيك والكتريك فيلد، تمام؟ جزء منه حينعكس بهذا الشكل وجزء منه حينتقل بصورة أقل في الشدة طبعا عشان هيك حنرسمه بشكل أخف، تمام؟
الضوء السقط اللي الساقط هينعكس على سطح الافق، تمام؟ هيعمل لي زاوية انعكاس مقدارها ثيتا ار، وزاوية انتقال برضو مع العمود مقدارها ثيتا تي. انتبهوا معي، في حال انتقل الضوء من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر وكانت زاوية الانعكاس، طبعا زاوية السقوط ثيتا ثيتا ار، لما ايش انتقل؟ انتقل على السطح الداخلي وكانت ثيتا تي مقدارها 90 درجة، تمام؟ ساعتها بسمي اصبع عند بقول بلين اوف بولاريزيشن اوف ذا ريفليكتد لايت، بيكون عندي الضوء اللي انتقل، بيكون خلينا نرسم لون اخر، الشعاع بيكون بهذا الشكل على سطح بالضبط، عامل لي زاوية انتقال مقدارها 90 درجة. إذا الثيتا تي لما بتكون 90 درجة بيظهر عندي التالي، ثيتا تي 90 درجة. الآن لما ثيتا تي بتساوي 90 درجة ساعتها بتظهر عندي بولاريزنج انجل أو بريوست انجل، ثيتا اي بتبطل ثيتا اي زاوية سقوط، بالنسبة للعالم بريوست بتصبح ثيتا بي. في حال عندي طبعا ثيتا تي 90 درجة يكون عندي ثيتا اي بتساوي ثيتا بي بتساوي البريوست بريوسترز انجل. البريوست انجل هي بنسميها بولارايزنج انجل. زاوية الاستقطاب. خلينا نقول انه معلش مثل ما عايد هذه النقطة. نبدأ الآن في موضوع جديد اللي هو موضوع البولاريزيشن ابر ريفليكشن. الاستقطاب عند الانعكاس. الآن لو فرضت إنه عندي تو ميديم، الميديم الأول معامل انكسار عن اي، الميديم الثاني انتي، في عندي نورمال اوف تو سيرفيس برمز له بالرمز، خلينا نقول ان، في عندي طبعا هذا السيرفيس، هذا نورمال اكسس محور العمود على تو سيرفيس، عندي شعاع ساقط انسيدنت لايت عامل زاوية مع العمود مقدارها ثيتا اي، عندي شعاع جزء من هذا الشعاع حيصير له عملية ريفليكشن، وجزء حيحدث له عملية انتقال أو انكسار ترانسميتد لايت، وحيعمل لي زاوية انتقال مقدارها ثيتا تي، وحيعمل لي زاوية انعكاس مقدارها ثيتا ار. الان في حالة عندي طبعا احنا زمان سبق اخذنا انه ثيتا اي بتساوي ثيتا ار، تمام؟ اذا كان عندي ثيتا ار مع ثيتا تي، طبعا ثيتا اي بتساوي ثيتا ار، اذا ثيتا ار زائد ثيتا تي تساوي 90 درجة، يعني عملت لي حاجة اسمها هنا هذه مع هذه 90 درجة، يعني هذه كلها قديش؟ 90. ساعتها بتكون عندي هنا البلين بولارايز مستوى الاستقطاب، لازم يتكون لي من محورين، شعاع منعكس وشعاع منتقل، تمام؟ شرط البلين بولارايز إذا كانت ثيتا ار زائد ثيتا تي بتساوي 90، ساعتها ثيتا اي بتبطل ثيتا ار، بسميها بولارايزنج انجل او بسميها بريوسترز انجل، وبرمز لها بالرمز ثيتا بي. ثيتا بي ثيتا بي، إذا ثيتا بي
زائد ثيتا تي لازم يساوي 90 درجة عشان يتحقق الاستطار بواسطة الانعكاس. ساعتها لو انا بدي اطبق سنيلز لو على هاي المسألة، طبعا قانون سنيلز ايش بقول؟ سنيلز لو بيقول لي انه معامل انكسار الوسط اللي سقط فيه الشعاع مع ساين ثيتا ار يساوي انتي ساين ثيتا تي. عشان احصل على البروست انجل بيقول لي بطل عندي مين؟ انسيدنت لايت، صار عندي مين؟ بروست انجل. لو اخذت انا مثلث بهذا الشكل، هذه ثيتا بي وهذه ثيتا تي وهذه قائمه، تمام؟ الان من المثلث هذا على جنب، هذا مقابل، هذا مجاور، هذا وتر. الان ساين ثيتا بي، مش الثلثين لازم يكون 90 درجه عشان هيك حطيناهم زوايا القاعده لمثلث قارب، تمام؟ عشان هيك اخذتهم ثيتا تي وثيتا بي. شرطنا في البولاريزيشن اوف ريفليكشن ان يكون الزاويتين مجموعهم زاويه السقوط وزاويه الانتقال 90 درجه اللي هي زاويه الانعكاس. السقوط هي نفس الانعكاس متساويات. اذا الثلثين 90 درجه حتعمل لي بلين بولاريزيشن، تمام؟ الان ساين ثيتا بي ايش تساوي؟ مقابل على مجاور. طيب ساين كوزاين ثيتا بي ايش بتساوي؟ مجاور عفوا عوتر، مجاور عوتر. طيب ساين ثيتا بي تي عفوا ايش بتساوي؟ المجاور عوتر. خليها باسمائهم. كوزاين الثيتا تي ايش هتساوي؟ مقابل عوتر، زي ما انا مسميهم هنا. لو فزمت هذا اكس وهذا ال، ساين ثيتا بي بتساوي مقابل، هذا سميه اكس وهذا سميه واي. ساين الثيتا تي ده تساوي مقابل عوتر، وكوزاين الثيتا بي ده تساوي مجاور على وطن. ايش بتلاحظي؟ بتلاحظي انه ساين المقابل للوتر ساين ثيتا، المقابل هو مين؟ اكس، اكس على الوتر. طيب كوزاين ثيتا تي بتساوي مجاور على وتر، وساين ثيتا تي ايش بيساوي؟ مقابل على وتر. مين المقابل؟ اللي هو بالنسبة لساين تي واي على وتر. بالنسبة لكوزاين ثيتا تي بتساوي اكس على وتر، إذا كوزاين ثيتا تي بتساوي ساين الثيتا بي. نجي نعوض هنا، ام اي ساين ثيتا خلص بطلت بروست انجل لأنه احنا الآن في البلين بولارايز، ان تي زي ما هي، ساين الثيتا تي هي مين؟ هي كوزاين الثيتا، تي هي نفسها كوزاين الثيتا بي، يعني هذه تساوي كوزاين الثيتا بي بيساوي اكس واي على وتر، ساين الثيتا بي هي كوزاين الثيتا تي، فبدي اخذ بدل ساين الثيتا تي اعوض عنها كوزاين ثيتا بي. الان ساين ثيتا بي قسمي هنا على كوزاين ثيتا بي تساوي ان تي على ان اي. هذه مين؟ هذه بتعطيني تان ثيتا بي بتساوي ان تي على ان اي، ومنها بحصل على البروست انجل ثيتا بي بتساوي تان الانفرس لان تي على ان اي. هذا قانون البروست انجل. باختصار انه البروست انجل بحصل عليها اذا كان حصل عندي بلين بولارايز، اذا كان مجموع زاويه السقوط مع زاويه الانتقال بيساوي 90 درجه مباشره زاويه السقوط بتتحول ل بولارايزنج انجل اللي هي البروسترز انجل. طبعا بالنسبه للمثال تطبيق على بولارايزيشن ابون ريفليكشن، المثال بيقول لي light in air ضوء في الهواء is incident on a flat glass plate على مستوى
مسطح للزجاج سقط ضوء جاي من الهواء. عندي هذا جلاس اذا، وهذا عندي اير، عندي وسطين. هذا الوسط طبعا الاير اللي سقط منه الشعاع، الجلاس الوسط اللي انتقل له الشعاع. معامل انكسار الزجاج 1.55، متفقين انه الريفراكتيف اندكس دايمنشنلس ملوش وحده قياس. بقول لي ضوء سقط، طبعا لازم يعمل لي مباشره مع النورمال ايش؟ يعمل لي زاويه سقوط من طرف ثيتا ار. Find the value of angle of incident of light such that reflected light will be plane. بقول لي اوجدي الزاوية اللي سقطت يعني ثيتا ار في حال انه الشعاع اللي انعكس عمل لي مستوى. هاي هذا ار، ولازم يعمل لي زاوية قائمة مباشرة عشان يكون عندي تو بلين زي اكس وواي. هاي اكس وهاي واي، تمام؟ اذا ما دام عندي مستويين او محورين متعامدين، اذا مباشرة صار عندي، وهذه ثيتا تي، مباشرة صار عندي بلين بولارايز. ما دام قال لي ريفليكتد لايت ويل بي بلين، عامل لي شكل مستوى الانعكاس او الانعكاس كان في مستوى، بفهم مباشرة انه ثيتا تي مع ثيتا ار 90 درجة، وعندي شعاعين متعامدين، شعاع الانعكاس وشعاع الانتقال، تمام؟ الآن بدي بطق الزاوية ثيتا ار مباشرة. If we have plane polarized أو reflection plane polarized، مباشرة بفهم إنه ثيتا تي زائد ثيتا ار بتساوي 90 درجة، ومتفقين إنه ثيتا ار هي مين؟ ثيتا ار. في هذه الحالة بطل عندي ار وبطل عندي ار، صار عندي ثيتا تي زائد ثيتا بي بتساوي 90 درجة. إذا في عندي شرط أو معطى بفهمه من سياق الجملة إنه ثيتا تي زاوية الانتقال مع زاوية السقوط تساوي 90 درجة، إذا بظهر عندي بروست أنجل، كأنه بوجدي بروسترز أنجل، أوجدي زاوية الاستقطاب، بده ثيتا بي. نيجي نطبق الآن، لو طبقت على قانون سنيلز لو مباشرة بيكون حلي صح، لو طبقت على قانون البروست أنجل كمان بيكون عندي صح. لكن انت شوف شو معطياتنا، عندي معامل انكسار الهواء 1، طبعا هذا ثابت، معامل انكسار الزجاج 1.55، عندي زاوية بروست انجل، تمام؟ قانون السنيلز لو لو بدي اطبق عليه ان اي ساين ثيتا اي بتساوي ان تي ساين ثيتا تي، قلنا في حال عندي بروست انجل صارت ثيتا تي هي نفس كوزاين البي، تمام؟ ان اي ساين ثيتا اي بتساوي ان تي كوزاين ثيتا اي اللي هي البروست، تمام؟ ومنها تان الثيتا بي بتساوي ان تي على ان اي، ومنها ثيتا بي بتساوي تان الانفرس على ان تي، طبعا ان ثيتا بي بتساوي تان الانفرس لان تي على ان اي، ومنها تان الانفرس ان تي قديش؟ 1.55 على 1، وبتطلع عندي الزاوية تقريبا 57 درجة، إذا البروست انجل بنطلعها 57 درجة. لو مباشرة طبقت القانون تان ثيتا بي بتساوي ان تي على ان اي، بس اكتب الشرط ضروري، اكتب انه ثيتا تي عامله لي مع ثيتا ار 90 درجه، اذا عندي بروست انجل ثيتا ار بتساوي ثيتا اي بتساوي ثيتا بي، طبقت الشرط، الشرط متحقق، بطبق القانون مباشره كمان بيكون عندي صح. هيك بننهي معاكم الاستقطاب بواسطه الانعكاس، هذا بنقدر نشوفه في الطبيعه بشكل كبير في يوم ماطر على السطح، طبعا بيكون ميه على الارض وشعاع جاي من الهواء على الميه اللي على الارض، فبيظهر لي الوان طيف على سطح الماء الموجود على الاسفلت، وهذا بنشوفه بصوره واضحه، وهذا ناتج عن الاستقطاب. لذلك ننهي معاكم محاضره البولاريزيشن اوبون ريفليكشن، نلقاكم على خير ان شاء الله.